بمشاركة عربية ودولية انطلقت في مدينة اللاذقية فعاليات مهرجان خطوات السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بدورته الرابعة، والذي يقيمه مجلس الشباب السوري بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما والأمانة السورية للتنمية. هنا وضمن هذه الصالات تكتب السينما أحلام الشباب وحياتهم بصورة مختلفة عن تلك التي تفرضها نيران الحروب والإرهاب. هنا لا يتسع المكان إلا للحياة. السنة نحن عنا بكل بساطة يعني قدرنا نخرق كل حدود الحصار الموجود على البلد، وقدرنا نحن نخلي 72 دولة من العالم تشترك معنا في المهرجان. تقدم للمهرجان 500 فيلم، بالإضافة إلى 40 دولة شاركت في السيناريو، يعني من 40 دولة، يعني كمان 92 سيناريو من 40 دولة. وبالتالي هذا الموضوع نحن بنعتبره كتير مهم بالنسبة لنا، يعني لأنه قدرنا نفك هذا الحصار. الفيلم السوري قدر يخرق هذا المواضيع، حتى الأفلام السورية عم تطلع برات البلد، وبالتالي هي عم تحمل رسالة. الشباب السوري الآن عم يتصدى لمهمة كتير حقيقية بنعتبره نحن واجبنا، إنه نحن من مهرجان سينما قادرين نتصدى لكل الهجمات اللي تنال تاريخنا، ثقافتنا، حضارتنا وشعبنا نحن بالنهاية. أهميته تنطلق من إرادة الحياة. المهرجانات هي احتفاليات الفرح، والحرب ما بيقاوم إلا الحياة، الموت منواجهه بالحياة. سر النجاة من تحت أي أنقاض كانت، من حزن، من أسى، من خسارات فادحة عم يتعرض إلى الوطن، هو ثباتنا بإرادة الحياة. إرادة الحياة هي الأمل، فنحن لما بنتحلى بالأمل هو من خلال انعكاس المجتمع. فمن لما بنحكي نحن فعالية سينمائية بوطن الحرب أنهكيته سنوات عديدة وخسر زهرات القلوب، زهرات شبابه، أنا بشوف عالم الفن هو عالم الخيال، عالم الحلم. نحن دول أو نحن جيل إذا ما حلمنا ما بنقدر نبني مستقبل. الحلم مع العمل طبعا. فالمهرجان هو عبارة عن تجسد حقيقي لإرادة الحياة بعوالم الفن السابع. مسابقة السيناريو لهذا العام ليست لا تقتصر على المنطقة العربية، بل أصبحت مسابقة عالمية. أهميته أنه يقول أن سوريا كانت ولا تزال وستبقى أبدا هي قلب الثقافة في هذه المنطقة، هي مركز الإشعاع الحضاري التي قدم للبشرية أول أبجدية وأول نوطة موسيقية. المهرجان الذي يقام في دار الأسد للثقافة والمسرح القومي يشهد مشاركة وصفت بالأكبر منذ انطلاقته قبل 4 أعوام، وتشهد هذه الدورة مشاركة 20 فيلما سوريا. بعد تجارب استندت على إنجازات علماء آخرين أبرزهم عالم البصريات ابن الهيثم، الرحلة بدأت بعروض أفلام قصيرة. هي فسحة سينمائية واسعة، تلك التي أعطيت للمشاركة السورية بهدف إعطاء الشباب السوري دوره ومكانته الحقيقية في بناء مستقبله عبر السينما، يقول القائمون على المهرجان. رؤية المهرجان هي جزء من الرؤية الكبيرة لمجلس الشباب السوري، اللي هي خلق هاي الفضاءات الجديدة والمرنة والشراكات اللي عم تخلي شبابنا السوري يوم عن يوم عم يتمكن ليظهر إبداعه والفن تبعه ويأطره بإطار يقدم فيه عمل تنموي معين. يعني هدف المهرجان يكون صلة الوصل ما بين الشاب صاحب الموهبة اللي عم يعمل فيلم قصير، ما بين الجمهور اللي هو تواق ليحضر هيدا النوع من الحوار الثقافي السينمائي، زائد انه يظهر كمنتج شبابي جديد. مثل السلوغان تبع المهرجان روافد سينمائية الشابة، كمان مجلس الشباب السوري نكون او نكون. والشباب السوري اليوم عم يأكد قديش دوره مهم وقوي، رغم ضعف الامكانيات قدر يستقطب العشرات من الأفلام من خارج البلد، ومثل ما شفتوا الفيلم الافتتاحي كان من فرنسا والثالث من اليونان و فالشباب السوري بيستحق يندعم هلأ وبعدين. نحن شركة MTN رعاة لهذا المهرجان من بدايته، لأنه نحن شركاء استراتيجيين، وهو بينصب بأهداف MTN برعاية المجتمع السوري ورعاية كل الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية اللي بتخدم المجتمع السوري، ونحن موجودين معهم، وإن شاء الله رح نكون موجودين معهم بكل خطواتهم القادمة. ورشات عمل للإخراج وكتابة السيناريو بعنوان الفيلم السينمائي من الورق إلى الشاشة ستقام على هامش المهرجان، يهدف من خلالها القائمون عليه إلى دعم التجارب الشابة والعمل على ثقافة. على درب مختلفة ولحن مغاير لدروب الحرب وطبولها تدور عجلة السينما في سوريا، هنا حيث لا مكان إلا للحب والفن، تغيب النيران ويزول دخانها لترسم الشاشة الكبيرة صورة مختلفة عن الحياة في زمن الحرب. من اللاذقية مازن محمد،
الإخبارية السورية.